السلام عليكم. اليوم هذا النهار جيتكم فيديو جديد، غادي نصوبوا واحد الكروستات اللي كتجي رائعه، يعني كتجي عامره بالكوك بواحد الطريقه اللي كيجي معلق. الصراحه كتجي رائعه رائعه، غير جربوها ما غاديش ندموا عليها. المهم حتى المقادير كيف ما كتشوفوا بسيطه جدا. يعني هنايا عندنا جوج بيضات كيف ما كتشوفوا، عندي نص كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، وعندي هنايا كاس لاروب ديال السكر سنيده، تقدروا تنقصوا ديروا غير نص كاس. عندي خميره حمراء وفانيا، لهادشي اللي تقدروا ديروا. المهم هاد المقادير راه تيقدروا يخرجوا لكم جوج ديال الكروستات، جوجات. الا بغيتي ديري غير واحده ديري نص المقادير ديالها. المهم غادي ناخذ واحد الطاسه اللي غادي نخلطوا فيها، غادي ندير البيض، غادي نزيد عليه الفاني، غادي نزيد عليه سكر سنيده، وغادي نزيد الزيت، وغادي نخلط كل شيء مزيان حتى يتجانس ليا، وغادي نزيد الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على العجينه اللي بغيت. المهم واحد الملاحظه، انا هنايا غادي ندير الدقيق ديال القمح، يعني الدقيق الاصفر. تقدروا ديروا الدقيق الابيض الفورص، ماشي مشكله، غير انا بغيت ندير الدقيق الاصفر كيف ما كتشوفوا، يعني دقيق القمح هو اللي درت. المهم كتبقاو تزيدوا بشويه وتخلطوا حتى تحصلوا على العجينه اللي غادي نبسطوها وغادي نديروها في المول. المهم هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوزوا باش غادي نصوبوا الحشوه. الصراحه كتجي رائعه، كتجيب الكوك كتجينا معلكه. هاد الحشوه غادي نصوبوها بجوج سوايع، ساعه ونص قبل. المهم قد ما خليناها قبل قد ما كتجي احسن، يعني داك الكوك كيشرب لينا وكتجي رائعه. المهم هنا عندي واحد زلافه ديال الكوك ما يقارب 125 غرام. عندي تقدروا ديروا قل، عندي واحد الكاس معمر ديال السكر سنيده تقدروا تنقصوا على حسب السكر. عندي هنايا القشطه الطريه او كريم فريش، عندي جوج ساشيات ديال الفاني اللي غادي يعطينا واحد النسمه اللي كتجي زوينه مع الكوك. المهم انا غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نديروا فيه الكوك، وغادي ندير فيه السكر ديال الفاني، وغادي نزيد ليه السكر، وغادي نزيد هذيك البانه ديالنا. مهم على حسب الكوك واش كيشرب، كاين الكوك اللي كيكون ميدم وكاين اللي كيكون شاحت، يعني يقدر يشرب لك. انا درت هنايا كاس ماشي كبير وماشي صغير، وغادي نخلط وغادي نشوف واش كافي ولا ماشي كافي. المهم كيف ما كتشوفوا يعني خاصني ضروري نزيد شويه باش داك الكوك غادي خاصو يبقى لينا شويه مازال باش كيشرب وكيرطب. المهم انا زدت كاع ديك البانه اللي بقات، يعني بحرا غادي يجيني هو هذاك، يعني شي كاس ونص هكاك صافي. غادي نخلط وغادي نغطي بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليه يرتاح. ضروري هاد العمليه انكم تخليه واحد جوج ساعات باش كيشرب لينا وكيجي لينا داك الكوك معلك، تيجي الصراحه رائع في الحشوه. المهم هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي بسطتها على هذا الشكل، درت ليها واحد البلاستيك من التحت وبلاستيك من الفوق. ضروري لان العجينه درت فيها الدقيق ديال القمح كيكون حرش، يعني العجينه كتجي كتفتت لينا، يعني ضروري انكم ديروا ليها بلاستيك باش ما كتلقاوش معها شي مشكل، كتجينا هكا ساهله اننا كنضربوها بالمدلك، يعني دغيا كتصايب لينا. المهم هنا تشوفوا الكوك من بعد ما دازت واحد جوج ساعات، شوفوا كيفاش كتشوفوا انه شرب لينا يعني ورطاب. مهم في هذه الحاله انا غادي نزيد ليه واحد بيض بيضه وحده، هو اللي غادي يجمع لينا داك الكوك باش غندخلوه الفران غادي يطيب باش كيجينا معلك وشويه شاد في هذه الكروستات. بيض بيضه وحده صافي. وهنايا كيف ما كتشوفوا راني سرحت العجينه في المول ديالي وقديتها من بعد ما دهنت المول بالزيت، ضروري انكم تدهنوه. المهم غادي نحاول انني نفرغ هذيك الحشوه ديال الكوك ونبسطها في الجوانب كاملين. المهم تاخذوا واحد الفرشات على هذا الشكل وتحاولوا تبسطوها.
المهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، يعني قدينا بهذيك الفرشات على هذا الشكل، يعني دخلناها كاع في الجوانب، ما خليناش الفراغات، وبسطناها مزيان. مهم انا خدت العجينه اللي بقات ليا، خدت واحد شويه ديال العجينه بسطته، يعني درتو على شكل دوائر على هذا الشكل. تقدروا ديروا على شكل المقاطع اللي عندكم، قدروا على شكل قليبات، على شكل هلال، المهم اللي بغيتوا. تقدروا ديروهم على شكل حرابل، شرائح طوال، وانكم ديروهم من الفوق. تقدروا تخليوها غير بيضه، ماشي مشكل. المهم انا غندخلها الفرن على درجه الحراره 180 درجه. المهم النتيجه هي هذه، يعني شعلت عليها من التحت حتى طابت، وعاد شعلت عليها من الفوق. صراحه كيجي اللون ديالها غزال، والعجينه ناجحه 100%، يعني كتصدق من اول استعمال. غادي تجربيها غادي تصدق لك، العجينه كترمل والحشوه كتجينا معلكه، يعني ما كتهرس لك ما حتى شي حاجه في الطياب ديالها. المهم الفيديو ديال هذا النهار هو هذا، تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. ودعموني بشي لايك وابوني، وخليوا لي شي تعليق زوين. مهم ما بقى لي الا نقول لكم سلام عليكم.